لحضراتكم في الفقرة اللي نوهنا عليها يعني في بداية الحلقة، واللي كنا بنقول لحضراتكم اللي عنده أي استفسار أو سؤال ابعتوا لنا. دكتور مروة نوح أخصائية التغذية العلاجية منورانا في هذه الفقرة، وهتجاوب على كل حاجة فيما يختص تحديدا، أو هنركز تحديدا على رجيم وإنقاص الوزن اللي بيتقال يعني الله أعلم الصيف الفصل المناسب جدا إن الناس تفقد وزن فيه بسهولة. صباح الفل. صباح الجمال، أخباركم إيه؟ منورة الدنيا. ده نوركم. ملكة جمال الأنظمة الغذائية. والالوانات والشياكه وكل حاجه حلوه، منوره الدنيا. مره واخده تاني. ده كان في مصيف جامد، كان في مصايف. الحمد لله على السلامه. حلو جدا. وكريم تيجي نبدا بالاستشاره اللي جات لنا. يعني بصي يا دكتور مروه بقى، احنا جات لنا او انا جات لي في برايفت مسج يعني من فتاه عندها تقريبا 23 سنه وزنها 120 كيلو. انا وعدتها ان انا هعرض الكيس اول ما تنورينا يعني في اول الفقره معاكي. وزنها 120 كيلو، عندها 23 سنه، وهي بعتالي بتقولي انا محبطه، انا لا عارفه اتجوز، لا عارفه اشتغل، لا عارفه اعمل اي حاجه في حياتي، والبنت تكاد يكون عندها اكتئاب حاد. فهي بتقولي انا ما عنديش اراده، صفر يعني، عشان بس ما حدش يجي يقول لها لازم ولازم، احنا بنقول بس هي مش قادره. تعمل ايه؟ طبعا يعني انا عايزه اشجعها جدا جدا، وانس انها وصلت من التخن لمرحله اكتئاب انها مش قادره تعمل حاجه، دي لازم يبقى في تدخل من طبيب نفسي، لان الموضوع قلب حاله نفسيه انها مش قادره تعمل. طيب يبقى في رفض كده، الرفض قولها. لا هي مش قادره، يعني مش كلنا اقوياء بنفس الطريقه في كل الحاجات. تلاقي واحد هارد وركر قوي، التاني اذكى بس مش بيشتغل جامد. حتى بتبان في المذاكره مع الولاد، مش كلنا زي بعض. فما بحبش نيجي على الناس لا لازم تبطلي اكل، لا ما هي عارفه، هي عارفه. حتى بيكون التحدي كبير قوي، الواحد بيبقى اوتوماتيك انهزامي. تعرف بيقول لك في اخر سنه اكتر قرارات اتخذت في العالم هو قرار الدايت، يعني ده من اكتر القرارات اللي بتتاخد واصعبها. وتبطيل السجاير. وتبطيل السجاير بالظبط. بقى شغل الناس الشاغل، لان مع الحياه السريعه والتكنولوجي والاكل الحلو والفاست فود واللي واللي السمنه نسبتها عاليه جدا لو اي حد شاف اي احصاءات. فهي طبعا هي عارفه تخس ازاي. انا تملي اي حد حتى بيجي العياده بقول له ما حدش مش عارف يخس ازاي، ما حدش عارف هو بيتخن ليه. يعني مفيش حد بيجي مش عارف هو بيتخن ليه، عارف انه بيشرب كذا وبياكل كذا وبياكل امتى وبياكل قد ايه، عارف بس مش قادر. في ناس بتلجأ للدكاتره او الاخصائيين انهم يساعدوهم، وفي ناس فعلا عندهم مشكله نفسيه مش المفروض ان احنا نتغاضى عنها. المرض النفسي بس احنا بنخاف منه، يعني احنا لسه ابتدى يبقى في وعي حتى مع الاطفال. مش عيب يا جماعه نروح لدكتور نفسي، ما بقاش زي زمان الناس دول لا ده مرض زي اي مرض بيجي لنا. تروح بقى تتقدم لحد باباها يقول لك لا ده مجنون بالزبط. يا بنتي بس يعني هي نمره واحد، وده هتبقى شغلات لان ممكن تكون محتاجه لمضادات اكتئاب. طبعا دي هتساعدها. ما بحبهاش برضو، ما بحسش انها يعني ما هي بصي. يعني الناس اللي جربتها انا بحس ان هم بالعكس بتجيب عليهم معاكي جدا لما بتتاخد عمال على بطال. يعني في ناس بتتدلع صراحه كده، يعني في ناس اي حاجه، اي لا انا ممكن اساعد نفسي برياضه باي اسلوب حقيقه، اسمع مزيكا، اسافر، افصل. يعني في اساليب ممكن نعملها، وفي حاجات بتبقى مرض، لان المرض النفسي بيبقى خلل في النيورو ترانسميترز او الكيمياء اللي في المخ. ففي ناس بيبقى فعلا عندها خلل لازم ساعتها تاخد ادويه. مضادات الاكتئاب بتلعب على الكيمياء اللي في المخ دي، بتظبطها. ما بيبقى في خلل فبيبقى الادويه ايا كانت مضادات اكتئاب، مهدئات، في بعض الادويه معينه اللي الدكاتره النفسيين متخصصين فيها بتظبط اللخبطه اللي في الكيمستري بتاع المخ دي، فالحاله بتتحسن، فيبقى عندها شويه اراده. دي بتمشي مع اخصائي تغذيه الاثنين. طب معلش سؤال برضو، يعني طبعاً. في السياق اللي احنا بنتكلم فيه من المعروف او ده المعلومه دي مش مظبوطه، حضرتك صححيها لنا، يعني ان مضادات الاكتئاب بتزود الوزن، بتفتح الشهيه وتملى الجسم ميه وحاجات زي كده. دي حقيقه فعلا، في مضادات اكتئاب كتيره جدا بتزود الوزن. ابتدى دلوقتي يبقى في مضادات اكتئاب ما بتفتحش النفس بالظبط بالظبط، ودي بنعاني منها ساعات كتير. بس بتبقى في ادويه، الشركات ابتدت تطلع ادويه تانية انها بتسد النفس شويه او ما بتفتحش النفس. فبيعرفوا ياخدوا دي، يعني الدكتور بقى بيبقى شاطر بيغير الحاجات دي، يعرفوا ياخدوا دي. بس تناولها وتبطيلها لازم يبقى بالتدريج وبمتابعه مع طبيب. بمتابعه مع طبيب نفسي. هو بالمناسبه اللي يكتبها الطبيب النفسي اللي يكتب لك او اللي يوصف لحد بس مضاد الاكتئاب، طبيب نفسي بس. بس مش طبيب تغذيه خالص. طبيب التغذيه مش من حقه يكتب اي دواء. يعني انا دكتوره بشريه انتوا عارفين، فلو حد جاي عنده مثلا عملت له تحليل طلع عنده لخبطه في الغده،
يا دكتور انا عارفه الدواء اللي هياخده ايه والجرعه ايه، ما اقدرش، دي انا مش اوثورايزد اني اعمل كده. الدكتور بتاع الغدد هو اللي يمشي ويتابع، لان دي حاله هتمشي معاه طول العمر، مش تخصص. انا ادي فيتامينات، حديد ناقص، فيتامين ناقص، ده اللي انا اوثورايزد ان ادي، مش اوثورايزد اني اعالج حاجه مش تخصصي. طيب بندي كل حاجه لايه بقى البنت دي او اي حد اوفر ويت بشكل مبالغ فيه، ما عندوش اراده، ما عندوش حاجه، بتنصحيه ان هو يبدا يعني الستارت بوينت بتاعته؟ احنا هنبدا ببيبي ستابس او خطوات صغيره. انا شويه يعني اللي خلاني اتخصص التخصص ده اني اتعقدت من كتر ما الناس متعقده من كلمه ريجيم، من كتر الانظمه الغلط اللي كانت بتتعمل اللي كلنا ما بنقدرش نعملها دلوقتي، زي ما قلنا مع نظام الحيوي اللي الربع الرغيف والبيضه المسلوقه وحته الجبنه ومنع كل حاجه في الدنيا وممنوع كل حاجه. الحاجات دي فعلا عقدت الناس، خلت واحده زي البنوته الجميله دي مش قادره تاخد الخطوه، يقول لك هيقرفوني مش هاكل حاجه خالص. البيبي ستابس اللي هقولها لها انها بس تقلل ربع الطبق بتاعها كل يوم، يعني مثلا بتاكل رغيف تاكل 3/4 اوكي باللي بتاكل. اول خطوه، اول خطوه بتاكل طبق رز قد كده وخضار وبروتين، تشيل ربع من كل. طب ولو احساس الشبع ما اتحققش؟ هيتحقق لانه ربع بس جرادولي بقى، يعني جرادولي. انا بقولهاش من رغيف تاكل ربع كده هتموت من الجوع، لكن من رغيف تاكل ثلاث، لان هي اصلا بتاكل اكتر من نيدز بتاعت جسمها. اوكي، فما بنقلل ببرسنتج بسيطه عمرها ما هتحس بالجوع. هنكمل بقى بخيار، طماطم، بتنجم مخلل، طماطم لو مخلله، لو حاجه حلوه، لان معظم ممكن اخد حاجه حلوه مقننه، يعني مش لازم اكل قالب كيكه، ممكن اخد حته كيك. فهي هتاكل اللي بتاكله بتنظيم، يعني اقول ان انا عندي 5 وجبات في اليوم مش هزيد، ده فتح كلام. هاخد فطار غدا عشاء وحاجتين في النص، حته شوكولاته، حته كيكه، فاكهه، مانجايه، موزه، يعني اي فاكهه مسموحه مش ممنوعه كمان المانجا. اوكي طبعا طبعا، يعني على الاقل فيها فوائد، فيها مضادات اكسده وفيها فيتامينات وفيها الياف وفيها وفيها. اوكي، مش هتزيد عن 5 وجبات. قاعد في النص تعمل ايه؟ لا معلش، ما احنا لازم نعمل شويه مجهود عشان نوصل للتارجت بتاعنا، هو مش بلا مجهود عشان بس الناس تبقى فاهمه. هاكل طبق سلطه، هاكل خيار، هاكل قته، هاكل جزر، هعمل جرجير بمشروم بدراسنج ظريف، هاكل زبادي. يعني لو جاعت ممكن ازود بحاجات قليله السعرات وفيها الياف فتعلي المود. على فكره الاكل الصحي بيعلي المود، الناس برده مش فاهمه الحته دي. يعني كيمستري المخ وكل الكيميكال رياكشنز اللي في جسمنا بتحتاج ايه؟ اما بيكون حد اي حد عندنا عنده التهاب في الاعصاب بياخد ايه؟ حقنه فيتامين بي، صح كده؟ ليه؟ الفيتامينات والمعادن مهمه جدا جدا عشان نمشي البروسيس اللي بتحصل في جسمنا كلها، من حرق دهون للمود، الذاكره، لخلايا الكبد، لخلايا المناعه، كل الحاجات اللي بتحصل في الجسم محتاجه فيتامينات ومعادن. الناس اللي بتبقى تخنانه قوي غالبا يقول لك يا باكلش سلطه، باكلش خضار، ماليش في الفاكهه، طب باكل بدلها ايه؟ كيكه، شيبسي، مياه غازيه، عصاير، سكر سكر سكر، نشويات. فالحاجات المضره للحاجات دي ما بتجوعش اسرع اصلا. برافو عليك، برافو عليك. انا بس عايز استاذنك اولا، انا اسف للمقاطعه بس مضطر والله على عيني، خلينا نقف عند النقطه دي، هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه، صوت اتنبح، خشي بسرعه. طيب نتبني بقى بتحصل صوتك. احنا برنامج هوا وعرضه لاي مستجدات، فعاد والصوت رجع اهو وهنجلي. انا دخلت دلوقتي ببص على برضو بعض الحاجات اللي اتبعتت، ففي مش يعني هو موضوع كده سريعا، حد بعت واسمه عماد بيقول انا تخنت ومراتي مش حاسس ان هي بقت تحبني او تبص لي زي الاول، معلومه هي جسمها محافظه عليه جدا. ده بقى كيس غريبه يعني، لفتت انتباهي شويه. عكس المعتاد، عكس المعتاد، فواضح ان هو نفسيا برضو مش مظبوط. انا بصراحه بشوف الوزن مرتبط جدا بالحاله النفسيه. الرفيع متضايق والتخين متضايق، طب يا جماعه ما نظبط ونريح نفسنا. زي ما قلنا في الاول ما فيش حد عارف هو بيت، وبعدين مراته محافظه، يعني البيت ماشي على نظام معين، شايفها بتاكل ازاي. اول حاجه بحب اقول للاستاذ عماد وللبنوته الاولانيه وكل حد، احنا لازم نمبر 1 عشان نعرف نعمل حاجه نحب نفسنا. يعني انا ما احسش او اتخن عشان اصلا حد، بالظبط كده بالظبط. يعني بيعجبني قوي دكاتره التجميل الشاطره، اول ما تروح لهم ست تقول لها ايه انت عايز تعمليها عشان مين العمليه دي؟ عشان نفسك ولا عشان جوزك ولا عشان حد طالب منك؟ لا عشان ام تلاقيها، عشان ام، عشان البشريه. تقول لها لا، لو هتعمليها عشان نفسك ده الشاطرين هعملها لك، لان انت اللي هتتعبي وانت اللي يعني صح. فهي نفس القصه، هو لازم يحب نفسه، هو مش هيرضي حد. انا هخس عشان صحتي،
وعشان شكلي وعشان حاجات تانية كتير ومناعتي ووي، مش عشان مراتي تحبني، لان اللي بيحب حد بيحبه في كل احوال. بس هو واضح السلف كونفيدنس، الثقه عنده قلت، يعني ممكن تكونش مراته اصلا عملت حاجه، بس مجرد انه حاسس ان في فرق دلوقتي في الشكل. بس ده اسهل له كتير. ليه؟ لان بما ان مراته واخده بالها انها ماشيين على نظام، ايفن لو هي بتطبخ عادي هي بتاكل اقل، هو شايفها هما مع بعض في البيت، طب ما تعمل زيها. يعني ليه سايب نفسك ان هي ما تاكلش او تقول اصل بيجي لي حالات كتيره كده، اصل هو بيجي له مثلا راجل وست بيخس، تلاقيه جاي تخنان وهي جايه خس، مش تاكلوا مع بعض اللي انا قايله عليه؟ قولي بس هو يا دكتوره امبارح بالليل طلب مش عارفه ايه، اصل هو كان بيغريني ان اطلب معاه بيتزا وانا ما رضيتش. ايوه، اصل من زاويه الرجاله الوضع ليه ابعاد ثانيه. في حاجه اسمها نداء الكرش، والله بكلمك بامانه. نداء الكرش الله، يعني كرش طلب مثلا ممبار، يبقى نلبي الندى. حلو، نلبيه في الغدا، مش لازم نلبيه الساعه 2 بالليل واحنا قاعدين سهرانين. اوكي، يعني توقيت الاكله طبعاً كمان بيفرق. اصل اللي بيطلب اكل او ممبار او بيتزا 2 بالليل ده متغدي على فكره، ومحلي وفطران وشارب شاي، يعني مظبط حياته. أوكي، احنا بالليل قاعدين بنتسلى. طب ما انت مراتك عرفت تمسك نفسها عشان مصلحتها وعشان نفسيتها وعشان جسمها وعشان صحتها وعشان السلف كونفيدنس بتاعها، طب ما تعمل كده. زي ما قلنا، هو نمبر 1 في اي نجاح الاراده. يعني انتوا بتصحوا بدري، عندكم برنامج بدري، لو عندكم بالليل الفرح للساعه 4 مش بالاراده، ده بالاجبار، ده بالاكراه. هو بالاكراه. انا عايز اقول انا بصحى 5:30. هو النجاح، يعني انا مصر اني انجح، طب ما انا ممكن ما لا مش هقبل الشغل اللي هصحى فيه بدري. لا، اي نجاح في الدنيا، انا عايزه اطلع الاولى على الثانويه العامه، هقعد اذاكر زي البلوت 30 40 ساعه. انا عايزه اسالك حاجه بقى مرتبطه جدا بكلامك ده، عشان الوقت بيجري، وليه علاقه بما ان احنا قلنا في الانترو بتاعنا ان احنا بنتكلم عن الصيف، وده فصل مفروض ان الناس تخس فيه. لما بنسافر بقى ساحل، جونه، اي مكان في مصر جميل بنصيف فيه في الويكند، احنا بنرجع تخنانين. لا ده فورشور، يعني اكل على طول اللي هو استسهال، همبرجر، بيتزا، مكرونات، وسهر، والدنيا ملخبطه، ناتس، كل حاجه بتتاكل بيرجع خاسس. بترجع خاسس. لا، ما هو إيه انا بضحك على كده، الوحيد اللي ما يطبقش عليا الموضوع مش موجوده يعني. والله فدي صعبه قوي، نعمل ايه؟ طيب خليني بس اقول حاجه انا معترض عليها من واحنا بنظبط فقرات الحلقه. مفيش حاجه اسمها رجيم صيف ورجيم شتاء. أوكي، احنا كده برضو رجعنا للمبدا ان انا ضده، هفضل احارب عليه طول ما انا شغاله. مفيش حاجة اسمها نظام مؤقت للنظام الصحي، هو نظام حياة. ولو ما عملتش دايت زي العماد وزي البنوتة وزي المصيف وزي الشتاء، ما احنا بنيجي الشتاء نقول الدنيا برد، قاعدين في البيت زهقانين، اصل وقت الكورونا، يعني العيد، انت اندلس، انت الموضوع ما بيخلص. لو ما مشيناش انه اسلوب حياة وفهم احتياجات كل واحد فينا ايه، عمرنا ما هنعرف نخس. معلش يعني انا مش، والله مش فزلكه ولا حاجه، انا بتخن زي بقيه البشريه، ورحت الساحل ورجعت كذا مره وقعدت كتير ما تخنتش. يعني ما بياكل قدامك همبرجر وحاجات كده، باكل وبصور ومفضوحه يعني. ما بتتخنيش لانك انا بصور، قصد يعني يمكن الناس بتعترض، بس عشان اقول لهم انا باكل عادي. لا، ما انا باكل قد ايه، واكله ايه بقيه اليوم، واكله كم مره، الحاجات دي بتفرق. ما انا لو كلت فطار غدا عشاء وفريسكا على بيتي فور على الايس كريم، خلاص بقى كده كل سنه. انا عندي ليكي خبر حزين، وهو ان للاسف وقتنا انتهى. لحقتش على فكره اقول اكلت ايه. بشكرك على وجودك معانا النهارده، ولازم تنورينا برده مره ثانيه، عشان حقيقي احنا النهارده ما لحقناش وعندنا ملفات كتير يعني حابين نتكلم فيها مع حضرتك بعد كده. نورتيني جدا. نورتينا يا دكتور، واحلى دكتور والله، يعني واستشاري تغذيه بجد، بننبسط انت معانا، وان شاء الله مره ثانيه، لان لسه في اسئله على فكره كتيره كانت مبعوته، فيعني عايزين بقى وقت اطول ان شاء الله. باذن الله معاكم. يعني احنا كده بتهيألي خلاص ولا خلاص إيه؟ وبكره ان شاء الله حلقه جديده ويوم جديد مع 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.